في هذه السنة توفي المؤرخ أبو العرب محمد بن أحمد التميمي، مؤرخ فقيه حافظ للحديث من أهل القيروان بأفريقيا. كان جده من أمرائها، احترف تربية أولاد العرب ونسخ الكتب، وقيل كتب بيده 3000 كتاب. خرج مع الخارجي أبي كيداد الزناتي ضد الفاطميين وشارك في حصار المهدية، ولما تمكن الفاطميون قبضوا عليه وحبسوه وقيدوه ثم أفرجوا عنه بعد مدة. له تصانيف عديدة في التراجم والأخبار. توفي بالقيروان عن عمر ناهز 80 سنة.